اهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين بفقرتي اللي راح استعرضها معكم فيما يلي. راح نتحدث عن تجربه صبايا طالبات مدرسه في اربد، مدرسه القصيله الثانويه شامله للبنات. عندهم تجربه لها علاقة يعني الخروج عن نطاق المألوف فيما يتعلق بروتين المدارس. عندهم غرف أو غرفة للتفكير الإبداعي. رح نتعرف على هذا المفهوم أكثر، نتعرف عليه أكثر، ونتعرف على النشاطات اللي بيعملوها طالبات مدرسة القصيلة الثانوية الشاملة للبنات. طبعا مشكورين أنهم إجوا، منهم بمثلهم لونهم مجموعة كبيرة من الطالبات، سجى المشرقي. أهلا وسهلا فيك يا سجى، بتتحرك كثير يا سجى. كيفك يا سجى؟ أهلا وسهلا فيك. وبنان أبو دولة، اهلا وسهلا فيكي يا بنان. انا من يعني بكون كثير سعيده لما اكون عندي طالبات مدارس عندهم اشراق وعندهم حماس وعندهم تجارب حلوه ولسه في بدايه العمر يعني. وانا متاكده انه عندكم كثير افكار حلوه لتخدموا فيها حالكم، مجتمعكم، مدرستكم. اهلا وسهلا فيكم. سجى بنبلش معاكي، ما انك كثير تحركي كثير تغلبي. خلينا ناخذ فكره شوي عن الإشي الجديد اللي عملتوه بمدرسه القصيله. خليها تكون مثال لمدارس اخرى عم بفكروا بجوز طالبات بمدارس اخرى انهم يعملوا إشي جديد بمدرستهم. طبعا احنا انطلقنا من مبدا شجعتنا عليه مبادره جذور. مبادره جذور قامت بدعم ماديا ومعنويا. طبعا الدعم المادي كان عن طريق انه صار. تعرفين عن مبادره جذور قبل ما نكمل شو هي المبادره بالضبط؟ مبادره جذور هي مبادره بالتعاون مع وزاره الزراعه، وزاره الزراعه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. مبادره جذور ايش هو الهدف؟ الهدف انه احنا بدنا اردن اخضر. بدنا اردن اخضر طبعا بسواعد خضراء، بشخصيات قياديه، بناس بحبوا الاردن، بدهم يخلوه اخضر، وبدهم يخلوا التفكير تبعه تفكير ناس ايجابيين، ناس الحمد لله. يعني احنا شاركنا مع مبادره جذور، وكان في لنا تجربتنا رائعه جدا. شجعونا مبادرة جذور، طبعا دعمونا ماديا عن طريق انه صار في عندنا مسابقة داخل المدرسة فزنا احنا فيها، اللي هي ايش هي المسابقة؟ اللي هي انشاء غرفة سميناها غرفة التفكير الابداعي او قسم التفكير الابداعي. بشجع كل جديد عند الطالبات، كل شيء ابداعي، كل شيء انه احنا كلنا قادرين على الابداع، سواء كنا في المدرسة سواء كنا في الجامعة، بس هي المسألة تقتصر انه كيف اكون قادر على قياده نفسي، كيف اكون قادر على انه اشجع نفسي فكر ابداعي زي ما انتم مسمين. يعني غرفه التفكير الابداعي رح اتعرف على مجموعه من الافكار الابداعيه اللي عملتوها. هلا احنا عم نستعرض صور كمان، يعني هاي انتم بجوز وانتم عم تشتغلوا مع مبادره جذور. هون عمل تطوعي بزراعه الاشتال. ما بعرف شو المناطق داخل المدرسه كانت بنان ولا لا؟ خارج، داخل وخارج وخارج المدرسة. يعني حتى بمدينة إربد بجوز تجولتوا وزرعتوا أشياء خضراء. طيب بنان، أنا اللي فهمته منك أن أنت خلينا نقول قائدة البرلمان الطلابي في مدرسة القصيلة الثانوية الشاملة للبنات. احكي لنا عن تجربتك بهذا المجال. كثير كنا نجيب مسؤولين من وزارة التربية والتعليم يحكوا لنا عن فكرة البرلمان الطلابي، بس بصراحة أنا شخصيا لسه ما تعرفتش على طلاب عم بيمارسوا العملية البرلمانية أو ديمقراطية داخل المدارس. وانت بجوز تكوني مثال توصفي لنا شوي. اول شيء صباح الخير على كل نشامه ونشميات الاردنيين اللي عم يتابعونا، وطبعا عليك يا انسه سمار. انا قلت لكم انا ما بدي تنادوني لا انسه بس انا سيده، بس نادوني سمار. سمار. ثاني شيء طبعا هذا شرف كثير كبير لي انه انتم حضرتونا لهون وخليتونا نقدم برنامجكم لاكثر من رائع. هلا احنا مبادرتنا اللي هي تفكير قسم التفكير الابداعي هي بنعتبرها كحاضنه للافكار للابداع. هلا عندنا فكره معينه حابين نطبقها، نرحب فيهم، نرحب طبعا داخل المدرسه وخارج المدرسه فيهم يجوا انهم يطبقوها عندنا بغرفه قسم التفكير الابداعي. حتى كقسم تفكير ابداعي يعني بتحمل معاني كثير كثيره. مثل شو بنان؟ يعني غرفه التفكير الابداعي شو طبيعه الافكار؟ اعمال تطوعيه
أعمال تطوعية بشكل عام؟ في فعاليات مثلا تانية؟ طبعا طبعا في عنا مشكورة مستنا وداد مجاهد، مع الأسف ما قدرت تحضر معنا اليوم، معنا كثير كانت حابة تحضر. يا ريت من وجهة لتحية عموما. أكيد تدعمنا بشكل كبير، بتكون بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، مثل آخر تنسيق كان مع مؤسسة الدفاع المدني. مؤسسة الدفاع المدني عقدت عنا دورة داخل المدرسة، دورة دفاع مدني لمدة أسبوع، إن شاء الله بتنتهي بكرة. بتستهدف أكثر من فئة عمرية من المدرسة، طبعا كيف بتأهلهم، كيف بنكون، كيف بنسهم إنه نكون يعني كدفاع مدني داخل البيت داخل المدرسة هاي. المؤسسات تحافظوا على السلام العامة، سلامتكم طبعا طبعا. في كثير تعاون مع المؤسسات اللي برا، هذا الشيء اعطانا دافع انه عندنا افكار ابداعيه ولسه رح يكون في عندنا اكثر. الحمد لله عملنا اشياء، اعمال تطوعيه داخل المدرسه خارج المدرسه. شاركنا ايضا مع مبادره جذور في مخيم معسكر تدريبي. كان وين، باي منطقه؟ منطقه بالاغوار الجنوبيه. بالاغوار الجنوبيه، بعدت شوي عن اربد يعني. طبعا ببناء قاده، وكان عن جد اكثر من رائع البرنامج. حلو. ومنقدم تحية لمبادرة جذور. قد ايه بنان بتحسي انه هاي المبادرات ممكن تشغلكم مثلا عن دراستكم، او ممكن تعزز؟ لا بالعكس، يعني انا بشوف كثير من الطلاب المجتهدين المتفوقين منخرطين بعدد كبير من الاعمال التطوعيه ومن الافكار الابداعيه. قد ايه ممكن هذا صح وقد ايه ممكن هذا غلط؟ يعني عم بتشغلكم شوي عن دراستكم؟ أبداً. اهلكم معترضين على الموضوع انه لا عم بتضيعوا وقتكم مثلا بهي الافكار بهي النشاطات؟ اوصفي لنا الوضع. هلا عموما احنا ماخذين انه لا منهجي ممكن ياثر على دراستنا، بس ابدا. يعني لا منهجي بيعطيك دفعه لقدام، لا بدي ادرس، انا لازم اكون انا مجتهده بالمنهجي واللا منهجي. بيعطينا هيك انه نخلينا نفكر بايجابيه، كل شيء بايجابيه. يعني دراستي اوكي، ما كنت زمان كنت انا اتغصب عليه لازم انه ادرس عشان اجيب علم عشان اهلي، بس هلا لا، انا مش مغصوبه اني انا ادرس، لازم انه اخذها كثقافه. تمام، نظرت لها بايجابيه، وفعلا هذا هيك كان بدهم، بناء قاده يعني. وانتم يعني خير مثال لقائدات جميلات ورائعات. يا سجا ويا بناء، سجا قد ايه بتحاولوا تعلنوا عن حالكم للمجتمع المحلي؟ انا بعرف هاي، لانه حكت بنان انه هاي غرفه تفكير ابداعي لكل حدا عنده فكره ابداعيه، مو شرط من بس من طالبات المدرسه. مزبوط. طب كيف انتم بتعلنوا عن حالكم؟ عندكم موقع على الفيسبوك مثلا؟ مزبوط. عندكم موقع الكتروني؟ شو عم تعملوا حتى تكونوا معروفين اكثر؟ في عنا بيج على الفيسبوك اسمها غرفة التفكير الإبداعي، Creative Thinking. هلا غرفة التفكير الإبداعي مش إنه بس مجرد صفحة على الفيسبوك، هلا فينا نتواصل مع أي حدا حاب يشارك معنا، حاب يدعمنا من أي مؤسسات المجتمع المحلي. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه في تنسيق مع، حكيت لك من قبل يعني، إنه في تنسيق مع مس وداد أو مع الإدارة المدرسية، إنه أي حدا حاب يجي عنده فكرة جديدة يخدم فيها طالبات المدرسة الموجودين أو يخدم فيها المجتمع المحلي، ما في مشكلة، إحنا نتقبل هاي الفكرة بكل موضوعية. كتير بنشجع عليها، يعني بنشوف هاي الفكرة إيش مدى تأثيرها أول إشي على الدراسة، كيف إنه ممكن ننسق بين، كيف ممكن نعمل انسجام بين المدرسة وبين هاي الأفكار، لحتى انه نطلع بنتيجه. يعني بالنهايه احنا هاي المشاريع كلياتها ليش، يعني السؤال انه ليش لانه احنا بدنا نبني الطلاب من المدرسه لحتى يساهم بحياتهم بشكل عام. يعني اكيد رح تسهم في نجاح. بعدين انا عجبني انه انت بتجاوبي وبتسالي بنفس الوقت، وهذا مريح لي كثير يا سجا. بنان، هلا احنا جايين على نهايه سنه، يعني اشهر صغيره قليله، وان شاء الله يعني العام الدراسي كله بينتهي. في خطط خاصه لنهايه العام؟ شو ناويين تعملوا؟ خصوصا انه يا دائما نتيجه العام الدراسي كله بتبين بنهايه السنه، من مثلا حفلات موسيقية، من مسرحية مثلا، سكتش، أعمال يدوية. إيش محضرين لآخر السنة؟ هلأ زي ما حكينا قسم التفكير الإبداعي بيحمل كتير معاني عميقة. هلأ إحنا استهدفنا الكتاب، ماشي. هلأ إن شاء الله رح نعمل مناظرة عشان تنشهر مدرستنا أو غرفتنا عبر المدارس بإربد الأولى، وإن شاء الله عبر المملكة. رح نعمل مناظرة للكتاب، كمان إن شاء الله رح يكون في عصف ذهني، ورح نعمل إشي جديد اللي هو نادي الحوار. تمام. نادي الحوار رح نتطرق لكتاب،
ورح ناخذ عينه من الطالبات على اساس انه نشرح هذا الكتاب ونعرف شو فيه ومن هالحكي. ممتاز. احنا يعني يا ريت لو بتعلمونا حتى بهاي النشاطات حتى يعني ابركي قدرنا نكون معاكم نصور هالاحتفاليه. شو خططكم المستقبليه سجا؟ انت على مستواك الشخصي ايش مفكره مثلا؟ هلا انت باي صف تقريبا؟ بالعاشر. فايش مفكره هيك لمستقبلك وايش مفكره من خلال هالمبادرات كمان؟ مرات هاي المبادرات واهميتها انه تعطي فكره للطالب أو الطالبة عن طبيعة الحياة المهنية اللي حاب يشتغل فيها حتى بعد ما يتخرج أو دراسته الجامعية إيش ممكن تكون. ساعدتك هاي الأفكار الإبداعية، هاي الأعمال التطوعية بأنك تفكري بحياة الجامعية مثلا كيف ممكن تكون، شو ممكن يكون تخصصك، الإشي اللي بيلائم شخصيتك؟ مزبوط. هلا الافكار الابداعيه انا حكيت لك قبل هيك انه بتفيدك بجميع مجالات الحياه، بتخليك بتعطيكي دفعه انه انا ممكن اقرر، ممكن اقرب اكثر من مجال في حياتي. ومنها طبعا اكيد يعني هلا احنا مقبلين على مرحله انه لازم نقرر ايش حنتخصص. طبعا اكيد الافكار الابداعيه بتعطيكي انه انت ممكن تكوني اكثر مما انت هلا عليه. طبعا يعني المجال العلمي ان شاء الله، اذا مش المجال العلمي ممكن انه اداره. بس ان شاء الله يعني انا حابه اكمل جامعه وحابه اكمل وحابه اكمل اعمال تطوعيه ومبادرات في الجامعه ان شاء الله. تضلي بنفس المجال وبنفس النهج ان شاء الله، لانه هذا كثير مهم. وعن جد يعني انا دائما بشوف الشباب اللي بيشتغلوا بمجال التطوع والمبادرات شخصيتهم حلوه مثلكم، يعني مثل سجا ومثل بنان. بنان الطالبات بالمدرسه بتشجعوا لهيك افكار ولا بتحسي شويه انه في؟ لا احنا معرضين لنقد، نقد هدام نروح كنقد الجارح نقد البناء. هلا اوكي نقد الجارح اوكي بناخده بايجابيه تمام. يعني اذا حكونا انه مثلا موضوعكم مش حلو نحكي لهم اوكي بنغير الموضوع، مش بنغير الموضوع، بنطور الموضوع، او حتى بتفتحوا باب المجال للاقتراحات يعني. بالعكس انا هيك عم نجذبهم، بس نيجي نحكي لهم اوكي ما بدكم هذا بنغير الموضوع، نجذبهم لان لغف التفكير الابداعي. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. تسلمي يا رب. ويعني نتمنى ان شاء الله نكون معاكم بالمدرسه بيوم احتفالكم، خلينا نقول اذا في يوم هيك للاحتفال بانجازات طلاب طالبات عموما، هي مدرسه للبنات طالبات القصيله الثانويه الشامله للبنات، نتمنى تكون معاكم. طبعا انا بشكر استضافتك واستضافه يوم جديد البرنامج الأكثر من رائع. تسلم. بشكر مستنا اللي دائما تدعمنا عن جد يعني. مسوداد. أنا حفظت مسوداد. مسوداد. طبعا بقدم شكر لكل الناس اللي بيساعدونا، لكل طبعا الاستاذ رامي سعود دائما كان معنا وبيساعدنا. بدي احييه لرامي لانه هو اللي تواصل معي، هو اللي يعني بالنهايه اعطاني معلومات عنكم وعن مدرستكم. اكيد هو كمان من الشباب النشطين جدا اللي دائما عندهم مبادرات ايجابيه ورائعه. رامي سعود بدنا نشكره كثير. وبحب كمان برضو اشكر اهلي كثير لانهم دائما كانوا يشجعوني على فعل الخير. انا من لا اشكر الناس لا اشكر الله. طبعا بشجع اول شيء بشكر بعد الصفحه اللي هي ألف من ضمنهم ألف شخصية قيادية أردنية رائعة جدا. هاي الصفحة بتعيد بناء شخصيتك. وطبعا بشكر والدي ووالدتي الله يخلي لي اياهم. امين يا رب. واختي عنان اللي عن جد هي اللي خلتني لاوصل لهون. يعني اسماءكم حلوه عنان وبنان. سلامي. شكرا لكم سجا مشرقي وبنان ابو دولي. شكرا كثير. نتمنى ان شاء الله تضلوا دائما متالقات جميلات وتصيروا نساء يعني قياديات في المجتمع. شكرا جزيلا لكم. واحنا اعزائي رح ننتقل لهذا التقرير بتحدث عن كتاب جديد للدكتور عدلي قنداح، واسم الكتاب السياسات الاقتصاديه. خلينا نشوف حفل التوقيع وبنرجع لكم بالفقره الاخيره مع زميلتي فخر. خليكم معنا.